المؤتمر النهارده هو مؤتمر تأسيسي للنقابه المهنيه بعد خطوه تعديل الدستور وتقديم القانون لجنه الاصلاح التشريعي. القانون بيحاول ينظم المهنيين، ومع وجود لجنه وطنيه التشريعات اللي بتحاول تنظم المهنه، بنحاول النهارده نعلن انه الصحفيين الالكترونيين خدوا خطوات، هنعلن كل الخطوات الخاصه بالتأسيس بعد كده، ايه الاجراءات اللي هناخدها. قانون النقابه هنعرض اهم البنود فيه، البنود الخاصه بالعضويه، البنود الخاصه بحقوق الاعضاء، البنود الخاصه بالتزامات الاعضاء، ازاي يبقى في حساب للاعضاء. هنعلن احنا بنحاول ننظم عمل المهنيين من خلال النقابه المهنيه بعد خطوات على مدار 4 سنين، سواء من خلال طرح القانون للحوار المجتمعي او تعديل الدستور او انضمام لعضويه اللجنه الوطنيه للتشريعات وتقديم القانون لجنه الاصلاح التشريعي. خطوات واسعه جدا على مدار 4 سنين، وان شاء الله الموضوع بقى اصبح مساله وقت ويكون للصحفيين الالكترونيين نقابه مهنيه ان شاء الله. القانون بينظم المهنيين، يعني مفيش مهنه في العالم بدون تنظيم، لازم يبقى في تنظيم للمهنه عشان يبقى في حساب، في فوضى معلوماتيه كبيره، في انتهاكات كبيره جدا، في تجاوزات كبيره. بنتكلم في 2000 صحيفه الكترونيه في مصر، مفيش اليه للترخيص، ما في الصحفيين الالكترونيين بيشتغلوا في ظروف صعبه جدا، ممكن يشتغلوا بدون اجر، بيشتغلوا في ظروف عصيبه جدا، مفيش حقوق، ما عندهمش يعني ما يعرفوش ايه حقوقهم، بيشتغلوا بدون اجر، بدون عقود، في ظروف عمل قاسيه جدا، هم بيشتغلوا ميداني بدون تدريب، بدون تأهيل، بدون أي ضمانات. ففي إشكاليات كبيرة جدا بتواجه الصحفيين الإلكترونيين، القانون بيحاول يضبطها. إيه حقوق الصحفيين الإلكترونيين؟ إزاي يشتغلوا؟ إزاي يكون عندهم حقوق واضحة النقابة تقدر تجيبها لهم؟ إزاي تقدر توفر لهم مظلة شرعية؟ إزاي تقدر تدافع عنهم لو انتهكوا في حال تعرضهم للانتهاك بدون أي وجه حق؟ كمان تدربهم وتأهلهم، لأنه الصحفيين الإلكترونيين محتاجين تدريب بشكل مستمر علشان التطورات اللحظية اللي في المهنة. فالقانون يعني هينظم عمل المهنيين اللي هم الصحفيين الإلكترونيين اللي هم بالالاف. دلوقتي احنا قدمنا القانون لجنه الاصلاح التشريعي، المفروض انه لجنه الاصلاح التشريعي هتناقشه، لو اقرته والرئيس اعتمده اصبحت النقابه مهنيه. لو حصل تاجيل هنروح للبرلمان القادم باي تشكيله وهنناقش معهم القانون. لكن على مدار ال4 سنين احنا حققنا مكتسبات كبيره جدا، وان شاء الله بتدعم وجود نقابه للصحفيين الالكترونيين نقابه مهنيه ان شاء الله. اهم الخطوات التاسيسيه، ايه الاليه اللي احنا هنحاول نتعامل بها مع لجنه الاصلاح التشريعي علشان تقر القانون، سواء بقى من جلسات الاستماع اللي هتبقى مع اللجنه، سواء من تدوين يوم تدويني لدعم النقابه، يوم للصحفيين الالكترونيين، فعاليه لتنظيمها مثلا للضغط على اللجنه من اجل اقرار القانون. ان شاء الله هيكون في فعاليات كتير جدا هيتم الاعلان عنها. شكرا.